السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ صباح الفل عليكم. نظامنا، انا بنزل الشغل 6:30، دلوقتي الساعة 6:10 الصبح كالعادة. يطلعوا يعملوا التويلت، يفطروا، يشربوا مية، يلعبوا شوية قبل ما ينزلوا اروح انا الشغل. حبيت اوريكم حاجة، بس انتوا شايفين هما بيلعبوا مع بعض ازاي؟ العض، الناس اللي بتشتكي من العض اعذروا الكلب لان دي طريقة لعبه. هو عارف يعض التاني عض قوتها قد ايه. هي دي المشكلة كلها، ان احنا نعلم الكلب يعض عضة شكلها ايه وقوتها قد ايه، لكن مش بنمنع العض نهائي. تمام، هما بيلعبوا بالنط زي ما احنا شايفين، وبالبق، بالفم والاسنان. كل واحد بيبقى مقدر يعض قد ايه، بحيث لو العضة دي جامدة شوية التاني هيبلغه خلي بالك عضتك كانت جامدة، واحدة واحدة، يا اما هيسيبه ويمشي ومش هيلعب معاه. فهم اخدين على بعض بالطريقة دي. طبعا جوليا مهيبرة لان هي المفروض ان هي بتجهز لحيض، هي بقى لها 6 سنين بتجهز لحيض. اه والله، يعني هي بقى لها 3 شهور مثلا بتنزل الزلال الابيض ده، المفروض زي ما قلنا ان من 2 لـ3 شهر بالكتير وتحيض. ده لو حصل مع حضرتك ما يشغلكش خالص، ما يشغلكش نهائي، عادي جدا، ممكن تحيض على سنة خلي بالك، طبيعي جدا. بس اهم حاجة ان النتاية تتحرك عشان الدورة الدموية بتاعتها تشتغل، وبالتالي الهرمونات تشتغل. حبيت بس اوريكو موضوع العض ده مشكلته ايه. هو لعب مش اكتر، مش غلاسة، لا هو بيلعب، الكلب مهايبر وعايز يلعب وعايز يطلع طاقته والكلام ده. ده روتيننا كل يوم لما اجي اروح الشغل الصبح. ده روتيننا، الساعة 6 بنكون فوق، 6:30 بننزل. لو رايح الشغل بالليل نفس الموضوع، بدل 6 الصبح بتبقى 6 المغرب، انزل 6:30 المغرب، اتوكل على الله على الشغل. طبعا انا رايح دلوقتي والحمد لله على كل حال. يعني انا كانت حرارتي عالية امبارح، كانت حوالي 39.2، بس انا مضطر اروح الشغل، لازم اروح، اكل العيش صعب، لازم اروح. وهروح بقى اكشف هناك واشوف الدنيا ايه ان شاء الله، بس باذن الله نتمنى من الله كل خير. طبعا هي بتجري ورا الدبان، عبيطه طبعا، يعني كالعاده بتجري ورا الدبان. سيبها تجري وسيبها تلعب، كل ما النتايه بتاعت حضرتك تجري كل ما ده في مصلحتها، حتى لو ذكر كمان. انا بتكلم عن النتايه عشان موضوع الحيض والكلام ده، حتى لو ذكر خلي عضلاته تشتغل وخلي نفسه يفتح. وصباحكم فل ان شاء الله، وتحياتي لحضراتكم جميعا، واشوفكم على خير بامر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.